السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما أهل الأدلة ولا فاضل وإنه لشرف عظيم إن الله سبحانه وتعالى وفق لي أن أجتمع في هذا المجلس المبارك مع العلماء الأدلة والأفاضل. كنت مريضا قبل سنة كاملة، وكان الشيخ حبيب عمر في ذلك الوقت في بلادي، ولكن الله سبحانه شفاني بدعوته وبدعوة الصالحين والصالحات. الحمد لله لا ينتهي فضائل الإمام البخاري بيوم واحد أو اثنين، كما سمعتم الآن كان في صباه أعمى لا يرى شيئا، ولكن بدعوة أمه الصالحة رده الله تعالى البصر وأكرم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رقى إلى درجة عالية فقه البخاري في تراجمه. يقول العلماء فقه البخاري في تراجمه، يعني تراجم البخاري يشمل على مذهبه على رأيه وعلى آرائه في كل مسألة من المسائل. وكان رحمه الله كما سمعتم يتولى لكل حديث يكتب في صحيح البخاري بعد التبييض، إنما يكتب في مكان بعيد يتولأ ويصلي ركعتين ثم يكتب حديثا واحدا ثم يتولأ ويجدد الوضوء ويصلي ركعتي الوضوء ثم يكتب. هكذا يكثر الوضوء. وكان لي شيخ هو من أكبر أساتذتي ومشايخي، وإذا نام يستيقظ أحيانا، إذا استيقظ لا ينام مرة ثانية إلا بالوضوء في كل يوم. في ثلاث سنوات أنا تلمذت عنده، وكان إذا تيقظ من نومه يتولأ لا ينام إلا مع الوضوء، وهو يقول هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان مشايخنا الذين تعلمونا الدين كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع السنة حتى في هذه السنة، يعني لا ينام
إلا مع الوضوء. وكان هكذا ورع العلماء الماضين الإمام البخاري رحمة الله عليه. وقد بحث كثيرا عن عدد الإمام البخاري عن هل يقبل عن، وفيه بحث طويل بين العلماء. ومسلم رحمه الله رد في قبول عن عدد الحديث يشترط المعاصرة واللقاء على من قال هذا القول يرده. رد الإمام مسلم في مقدمته ردا بليغا، واتهم العلماء إلى أن هذا الرد رد للإمام البخاري. وقد سئل الإمام مسلم عن هذا فقال الإمام مسلم: لولا البخاري في الدنيا لما كنت عالما، لما كنت موجودا هنا في هذه الأوصاف. إن البخاري رحمه الله لم يدعي لصحة الحديث هذه الدعوة، ولكن قال الإمام البخاري يشترط هذه ليكون كتابي أصح الكتب. يعني قلت إن هذا اشترط للأصحية لا ليكون صحيحا، ولم يقل الإمام البخاري أنه يشترط هذا. وإذا فرض أنه أن الإمام البخاري قال ذلك لا أرد أبدا عليه، لأنه إمامي وأستاذي. لولا البخاري لما كنت موجودا، لما كنت صاحب علم، لما كنت صاحب تصنيف. وكذلك جميع المحدثين مدحوا الإمام البخاري، يدل عليه أن الإمام البخاري حافظ حجة. الحجة من عنده يكون 600,000 حديث على رأي البعض، و300,000 حديث على رأي آخر، وعلى الأقل 100,000 حديث ينبغي أن يكون حافظا ل100,000 حديث. ولا يقال إلا لمن حفظ هذا العدد حجة. والإمام البخاري رحمه الله حجة عند جميع العلماء، فكيف كان حديث عدد البخاري عدد صحيح البخاري ناقصا إلى 4,000؟ يعني فقد عزم أن يكون كتابي الشروط التي ذكرها العلماء كلهم، لئلا يكون هذا الحديث غير مقبول عندهم. فلذلك نظرت إلى شروطهم ليكون أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري. ولم يرد الإمام مسلم على الإمام البخاري، ولم يرد أحد من العلماء على الإمام البخاري رحمة الله عليه ورضي عنه. إخوة الإسلام، على كل حال أن كل محدث في زمنه وبعده قبل صحيح البخاري، ولذلك أجمع العلماء على أن صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله.
كتاب الله أولا، ثم ثانيا أصح الكتب صحيح البخاري، لأنه إمام، لأن الإمام البخاري راعى شروطا، الشروط جميعها التي ذكرها علماء المحدثين، راعى في هذا الكتاب جميع الشروط التي ذكرت عن العلماء الفحول. والإمام البخاري رحمه الله ومع ذلك كان متأدبا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم الأحاديث، وكان يعلم جميع العلماء، وكان يعلم تلامذته عيانا. عندما يكون ختم البخاري في صحيح، في زمن صحيح البخاري، رأى واحد في اليقظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر أحدا، جاء هذا الرجل إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لمن تنتظر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري لحضور برنامج ختم البخاري، وهو ليس ببعيد. انتظار الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببعيد. تهيأت لسفر، تأخر تلميذ من تلامذتي في غرفته، فإذا ننتظره حتى يجيء، وكذلك انتظار النبي صلى الله عليه وسلم لرجل آخر ليس ببعيد، ولكن يدل على فضل الإمام البخاري رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظره في ختم البخاري، ذلك القدر رفع درجته، رفع الله درجته الحمد لله. وأنا هذا المسكين بدأت بعد التخريج، بعد التخرج من الجامعة والباقيات الصالحات، بدأت الدرس بكتاب صحيح البخاري. إلى الآن أكثر من 60 سنة، عندما أكون في الهند في جامعة مركز الثقافة السنية أدرس صحيح البخاري تقريبا 1000 نفر أو 800 أو 900 نفر من الطلاب. الحمد لله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أطلب منكم الدعاء لبقاء هذا التوفيق إلى أن أخرج من هذه الدنيا مع سلامة الإيمان، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا كان هذا البرنامج، برنامج صحيح البخاري، ما حضرت في هذا المؤتمر، ولكن حضرت في هذا المؤتمر لكون هذا البرنامج برنامج إحياء ذكرى الإمام البخاري. يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رسول الله، كلنا شفيع عند الله. البخاري وبركة الإمام المسلم وبركة جميع العلماء الإمام الأعظم أبي حنيفة والإمام دار الهجرة مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وسائر العلماء والأولياء
والصالحين. إن شاء الله ستصنعون من معالي وسماحة الشيخ الحبيب مروى الحبيب قولا بليغا. أختتم الكلام مع الطلب للدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.